1 في تصفية الكان البطولة الكبرى. لخسارة من أوغندا 3-0 وفوز صعب. ترجع الكرة ممتازة والهدف الأول، الهدف الأول يا خضراء، الهدف الأول للنصور 1-0، الهدف الأول منتخب التونسي من يوسف المساكني، هو يدخل التاريخ كأول هدف تونسي في الشان. هات الروح، هات وقت جديد، فترة التصحيح لكرة القدم التونسية. 1-0 في 7 دقائق، اللهم صل على النبي على البداية. 1-0 يا لامة جيبها بالشبكة. المساكني يسجل أولى أهداف تونس في كأس أفريقيا للمحليين. الله على البداية، شوف الباس، شوف الراس، شوف وصلت ومشات، تجلات، تحطت في أحلى مكانات. 1-0 للمنتخب التونسي. قزداوي باسي، المساكني المعلم يحط كورة بهدف قد يكون الأجمل في دورة السودان 2011. البداية واعدة والبداية نحلم بها بإنجاز بالعودة بالكأس. لما لا؟ منتخب التونسي عنده الإمكانيات. 10 لاعبين في هذه القائمة لعبت في الكأس.